هذه هي المدرسة في القرية، مكان تدريس المسلمين الجدد في هذا المكان، هذا المدخل، الله المستعان. هذه المدرسة، ما شاء الله. هذه السبورة، ها بعد الحروف العربية. هذا مو باب؟ باب لا باب، لكن حولوه الى باب، حولوه الى سبوره. الله المستعان، الحمد لله. زيد اسال الله يبارك يا رب. هذا الباب طبعا منخفض جدا، متر تقريبا. هذا القريه من الخارج.